فيما يخص من التذاكر، كيف جاء في كلمة ديالكم عرفت بالفعل ارتفاع مهم مقارنة مع سنة 2019، وترجع ذلك أساسا لارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الدولي. فيما يتعلق بالرحلات الجوية، العرض المقدم خلال صيف 2020 غادي يوازي عرض 2019، وتتوزع هذه الرحلات على 115 مطار في 46 بلاد في القارات الأربع. وتعتبر أوروبا الوجهة الرئيسية ب 1400 رحلة أسبوعية، أي 85% من الرحلات الإجمالية، والمعدل ديال هذه الرحلات الإجمالية هي 1660 رحلة أسبوعية. شكرا سيدي. شكرا السيد الوزير. هل من تعقيب؟ تفضل السيد المستشار. السيد الوزير المحترم، تفاعلا مع جوابكم حول هذا الموضوع الذي يهم ملايين المغاربة المقيمين بالخارج، وفي نفس الوقت له تداعيات على القطاع السياحي، نسجل في الفريق الحركي الملاحظات والاقتراحات التالية. أولا، كما تعلمون فملايين المغاربة مغاربة العالم يعتزمون زيارة وطنهم الأم بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية بعد عامين من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي أزمت وضعيتهم ببلدان الإقامة، غير أنهم فوجئوا بالارتفاع الصاروخي لأثمان تذاكر التنقل جوا وبحرا كيفما قلتوا، وهذا في ظل غلاء أسعار مختلف المواد النفطية والغذائية ومجمل السلع والخدمات وغياب أي مبادرة حكومية لضبط هذه الموجة الغير مسبوقة. ثانيا، بناء على ما سبق، نتطلع السيد الوزير للكشف عن تدابير الحكومية الاستباقية المتخذة لتخفيض تكاليف التنقل والعبور لهذه الفئة العريضة من المغاربة التي تشكل مصدرا أساسيا للعملة الصعبة، وحان وقت دعمها في هذه الظرفية الصعبة. ثالثا، ولأن رهان الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار، فهو يتطلب أولا حكومة اجتماعية مما يستوجب الانتصار لروح التضامن الوطني عبر إطلاق مبادرات عملية لدعم مغاربة العالم برؤية شمولية تستحضر إلى جانب وجود إيجاد حلول جاءت أسعار النقل الداخلي وكراء السيارات لتأمين وصول أبناء الجالية إلى مقرات إقامتهم داخل الوطن. رابعا، أنتم أيضا سيد الوزير ومن خلالكم الحكومة مطالبون بوضع برنامج استعجالي لإضافة شركات أخرى للنقل البحري والجوي لتغطية الطلب الكبير والمتزايد على خدمات النقل الجالية المغربية والسواح الأجانب وتنويع العرض بغية التأثير على الأسعار. وحتى لا نبقى دائما تحت رحمة شركة الملاحة البحرية الأجنبية، نقترح تحفيز المستثمرين المغاربة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي لبناء أسطول وطني بحري قائم الذات، والعمل كذلك على تنزيل استراتيجية الأجواء المفتوحة بما يضمن المنافسة الحقيقية ويحقق أهداف تحرير القطاع. ختاما ومن موقع هناك حزب وطني صادق وأصيل، نؤكد مرة أخرى السيد الوزير أننا مع دعم الحكومة شريطة أن تكون فعلا حكومة تقرر ولا تبرر، حكومة اجتماعية فعلا لا قولا، حكومة تقدم البديل ولا تكتفي بالتعليل والتحليل. وشكرا. شكرا السيد المستشار. أرد السيد الوزير على التعقيب. شكرا سيد الرئيس، شكرا على الاقتراحات ديالكم سيد المستشار. بغيت غير نقول واحد الحاجة، ما يمكنناش نزيدوا الباخرات قد ما بغينا، لأنه كاين الأرصفة والأرصفة محدودة، فالعدد ديال الباخرات اللي معمولة الآن باش نقوموا بعملية مرحبة هي أقصى ما يمكن ننجزوه، على الأقل فيما يخص الخطوط القصيرة بين طنجة وطريفة وطنجة والخزيرات. وبالتالي تنظن بأنه أهم يعني نسهروا على ملائمة هذا العرض مع الطلب خلال هذا الأوقات اللي تتعرف فيه في وقت الدروة طلب تضعف تقريبا 10 ديال المرات على الطلب العادي. هذا ما بغيت نقول في هذا الباب. وشكرا.